كما كان فرع مكافحة تهريب المهاجرين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمستغنم في عملية شرطية تم تنفيذها تحت الإشراف المباشر للسيد رئيس أمن الولاية، كللت بتوقيف 4 مدبرين للهجرة السرية ينحدرون من مستغنم. العملية جاءت إثر معلومة أمنية تم تنفيذها بتاريخ 16/10/2020، تم توقيف المشتبه فيها الرئيسي والذي بعد إخضاع هاتفه النقال لعملية تفتيش إلكتروني بموجب إذن بالتفتيش صادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغنم، تم التعرف على المشتبه فيه الثاني وتوقيفه، بينما المشتبهين فيهما المتبقيان فتم توقيفهما غير بعيد عن محيط مدينة مستغنم.